أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن مصر تحظى بموقع جغرافي مثالي يدعم تطوير منشآت ومرافق جديدة لوقود الهيدروجين الأخضر بما يربي احتياجات العالم منه. إذا قررت الحكومة صياغة إطار تنظيمي يلائم إقامة مشروعات الهيدروجين المتجدد من خلال استراتيجية وطنية عملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. جاءت كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية. تطرق اللقاء لبحث علاقات الشراكة الحالية والأفاق المستقبلية لها، حيث أعرب مدبولي عن تطلعه لتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للقطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، بما يسهم في توفير فرص العمل داخل مصر ويحقق المنفعة المتبادلة للجانبين. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي فالديز تيمبرو فاسكايس، ذلك على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية. أوضح مدبولي أن اللقاء يستهدف مناقشة التبادل التجاري ما بين مصر والمفوضية الأوروبية، كذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نمواً مضطردة، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبي، لا سيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عالٍ من الجودة وتصدر بعضها المرتبة الأولى في الصادرات العالمية. الأسواق البترول العالمية التي استقر خام برنت فيها فوق 88 دولار للبرميل، حيث وازنت المخاوف من تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة القلق حول الامدادات في ظل الأفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.1% مسجلة 88 دولار و6 سنتات للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.16% مسجلة 83.61 دولار للبرميل، فيما انخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.4% مسجلة دولارين 2.93 سنتا للتر، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.48% مسجلة 3 دولارات تقريبا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. عدلت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال من توقعاتها نحو إسرائيل إلى سلبية. وأشارت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى أن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد يمتد على نطاق أوسع ويكون له تأثير أوضح على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكدت أن التصعيد الراهن في قطاع غزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة وتقليصه. جاءت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي في كلمتها بمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية. أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط يأتي في وقت تباطأ فيه النمو وارتفعت أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين بسبب كورونا والأزمة الأوكرانية. انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز خلال التعاملات مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تراجع الستاندرد أند بورز بنسبة بلغت 0.36%، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة بلغت 0.76%. أما المؤشر داو جونز الصناعي قد ارتفع بنسبة بلغت 0.19%.
تراجعت الأسهم الأوروبية مع تلقي المستثمرين سلسلة من تقارير النتائج المالية المتباينة من المنطقة مع زيادة الخسائر بسبب ضعف أسهم شركات الطاقة وسط انخفاض أسعار النفط الخام. هبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة بلغت 0.1%. وتلقى المستثمرون أيضا تقارير نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة. تراجعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 0.4% مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تباطؤ الطلب الأوروبي.